misiniz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم
ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إله العالمين يا رب العالمين. Okunmuş bulunan binlerce hatmi şerif, okunan Kur'an-ı Kerim, getirilen salavat-ı şerifeler, çekilen tesbihatlar, ya Rabbi bütün bunları dergâh-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyle. Hasıl olan sevabı rahmeten lil alemin olarak göndermiş olduğun sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, mübarek, latif, aziz olan ruhuna hediyeledik vasıl eyle. Diğer peygamberlerin de ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın âlinin, ehli beytinin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı kiramın, tabi'in, tabe-i tabi'in de ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Ya ilahel alemin, Kur'an-ı Kerim'i, dini, mübini, İslam'ı ve bu güzel toprakları, vatanı bize bırakan, emanet eden tüm geçmişlerimizin ruhlarına da hediyeledik vasıl eyle. Ya ilahel alemin, ya Rabbel alemin. 15 Temmuz gecesi tankların karşısına dikilen, tankların altına yatan, kurşunlara karşı göğsünü siper eden, aziz 15 Temmuz şehitlerimizin de ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Amin. Tüm şehitlerimizin ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Amin. Vefat eden gazilerimizin de ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. Amin. Bayrağımızı indirtme. Amin. Ezanımızı dindirtme. Amin. Ya Rabbi bizleri vatansız bırakma. Amin. Vatanımıza göz diken,
İç ve dış hainlere fırsat verme. Bizi bölmeye, parçalamaya, kardeş kavgası çıkarmaya yeltenenlere fırsat verme. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Aramıza fitne tohumları ekmek isteyenlere, bizi birbirimize düşman etmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şehitlerimizi rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde geçtiği gibi, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber sırrına, tüm şehitlerimizi nail eyle. Amin. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Güvenlik kuvvetlerimizi, emniyet mensuplarımızı her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle. Amin. Askerlerimizi, ordumuzu karada, denizde, havada her zaman mansur-u muzaffer eyle. Amin. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Ağlıyor mu ne? Ağlıyor. Bir film sayılır gidiyor da bundan konuşuyor. Bile. Makamında göreceğim ki. Bakayım. Thank you.